خايف 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 ما بيت الداعش خايف 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 ما بيت الداعش خايف أكبر الله أكبر عم يكبر الله أكبر عم يكبر الله أكبر الله أكبر محمد خالدة نعمت سيدة محمد دولة عز أي سارة سورة عز أي سارة سورة عز اسكف أقول الله اسكف أقول الله ما راح نركع إلا لله المكنة بدهم ضل الكهرباء بشغلوها وقت الغني المازوت والسماغل وما بشي عملوا خففوا ورفعوا الأسعار جماعة استغلالية جماعة تابعين كلنا ما بعرفين عم يشتغلوا صالح مين بس يعبوا بتجيبهم بس ينهبوا للناس ويقول لك ما بتوفي معنا مازوت غالي مازوت ما في يا أخي مازوت فيه والحمد لله الفران شغالة والعالم في مازوت سيارة حاجة بس عن المولدة وقف المازوت أمبيرك عم يتحمل كثير أمبيرك عم يتحمل إذا بطلع أمبير وشهر ما بطلع لك يا ليش غني لأن المازوت ما بوفي معنا اتوا الله في الناس اتوا الله في العالم عالم درويش عيفاني حالة اتوا الله في الناس بنعرف وضع الناس كلها اليوم 900 ليرة الأمبير يعني اللي أخذ أمبيرين 1800 ليرة بالشهر 1800 ليرة بالشهر شو قد دخل المواطن في المناطق المحررة لحتى ياخذ 1800 يدفع 1800 ليرة لأمبيرين بالشهر اليوم هذا الوضع بده إعادة دراسة يقول لي ما في مازوت في مازوت مازوت متوفر نحن تعلمنا بس نربح ما تعلمنا انه نشارك الناس همومها ما تعلمنا انه نعرف انه هاي مصايب لازم نتحمل عليها كلياتنا اليوم نحن عايشين هم مع بعضنا في حلب لازم نكون كلياتنا ايد وحده اليوم ما في داعي انه نحن نحكي في موضوع انه هي تجاره هي ربح يعني كل الايام عم تربح اذا اسبوع او اسبوعين صار ضغط عليك تحمل الناس 1800 ليره للامبيرين هذا رقم كبير ما في اي مواطن في مدينه حلب ما بيحسن يدفعه يرجع إعادة النظر في الموضوع والله نحن رح نتوجه للقضاء للقضاء الشرعي في مدينة حلب لازم يتدخل يحل هذه المشكلة يعني هلا اليوم بعدنا بسمع هاي المظاهرة أكيد كلهم رح يطفوا المولدات ويهددوا الناس إنه نحن بابا نشغل هذا الكلام فارغ هاي المولدات وجدت لخدمة الناس ما وجدت للربح لرفع الأسعار التحكم بالناس نرجع نوجه صوتنا نحن للقضاء الشرعي في مدينة حلب إنه يتدخل ويحل هذه المشكلة.